السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتكلم عن برنامج الامبرس اللي هو واحد من برامج الليبرا اوفيس، بديل عن برنامج الباوربوينت. هذا البرنامج اول ما تفتحه يعطي لك عرض تقديمي فارغ، طبعا هو خاص بالعروض التقديمية، طبعا عارفين الباوربوينت شو يسوي احنا. فممكن انك تختار من قالب او عرض تقديمي فارغ اللي تبي. فاذا انت حاب تختار قالب معين، مثلا في اشكال هنا ممكن تختاره، التالي، خلفيات، التالي، التالي، ممكن هنا تكتب اسمك او اسم الشركة. فممكن نكتب هنا لينكس، الموضوع ليبرا اوفيس امبرس، الافكار مثلا سريع، حر، مجاني، سلس، التالي. بعدين تسوي انشاء، راح اطلع لك بالشكل هذا. انه هو طبعا بالطريقة هذه هو سوالك شريحة جاهزة، بس ممكن انك تفتح مشروع جديد تسوي تابي. طريقة تغيير الخطوط، مثلا لو ما عجبتك الخطوط تظليل النص، تختار الخط اللي تابي من هنا. مثلا غيرنا الخط، ممكن طبعا تاخذ كلمة واحدة بس تغير الخط بدون اي مشاكل. ممكن تكبر تصغر من هنا، ممكن نضيف بعد عليه حركات اللي هي طبعا هذا بداية العروض التقديمية. فتختار على العنصر اللي تابي، مثلا العنصر الكتابة هذا، تضغط اضافة تأثير، تضغط على التأثير اللي تبي تسوي الاضافة. في اشياء كثيرة، خلنا نختار مثلا، ما حبيت هذا الشو ارتداد، حلو، نضغط موافق. مثلا نروح لما الثانية تسوي له تأثير ثاني، اوكي موافق. بعد ما تسوي الحركات من هنا التأثيرات، ممكن تتحكم بالسرعة، بطيء مثلا، اوكي. ممكن هنا تتحكم برضو بالسرعة، ممكن تتحكم ايضا بالنصوص واحد واحد، ايضا ممكن تتحكم بالترتيب. فبدل ما تدخل هذه الاول تدخل الثانية، تنزل تحت وتصير الثانية. فلما تسوي عرض شرايح طبعا مع الضغط، تضغط بزر الفارة، بعدين يجي اللي هو اخر شيء. ممكن انك تخليه بدون ما تضغط على زر الفارة، ممكن تخليه بعد السابق، بحيث انه اول ما يشتغل يبدأ يعرض اذا حطيته انت بعد السابق. نسوي عرض شرايح، لاحظ انه تلقائي راح يبدأ يشتغل بدون ما اضغط على الماوس. طيب ممكن نضيف صور، دراج صورة من ملف مش عندنا، حلو، هذا جنو، تمام. نفس الطريقة اذا حاب تسوي اضافة، طيران، عجلة، اوكي. ايضا بنفس الطريقة، هل تبيه مع النقر او بعد السابق؟ فنقول بعد السابق مثلا. ممكنك تضيف شرائح جديدة من هنا، تضغط باليمين شريحة جديدة، راح تطلع لك شريحة بنفس التنسيق اللي انت سويته بالبداية. ممكن تسوي تنسيق خاص جديد بسيطة، اضغط على الشريحة، بعدين اختيار التصميم، راح تختار التصميم اللي انت تبي. طبعا لو كان موجود هنا، لكنه استبدال صفحة الخلفية، موافق. خويكم ما له علم بعد تخطيط الشريحة. فممكن تقيد تخطيط الشريحة من هنا لتصميمه الى مثلا محتويات جديدة، مثلا من هنا، بس مثلا عندك محتويين محتوى واحد. ايضا ممكن تتحكم بال نفس، طبعا هي الطريقة هذه سهلة، ممكن تضيف جداول، ايضا ممكن تضيف من هنا مخطط، يعني اشياء جاهزة جاية معك. ممكن تضيف من هنا فيلم اذا عندك فيلم او صورة، خلونا نجيب صورة الجنو، تمام. بنفس الطريقة الحركات، في عندك صفحات رئيسية، ممكن انك تختار من هنا الخلفية. فلو ما عجبتك هذه ممكن تختار شيء ثاني من هنا، فراح يطبق يغير لك الموضوع كامل. خلنا نرفع الصور شوي وخلونا نشوف شكل حلو. والله هذا فلة بعد مفتيح، بس تن حقت شيء ما واطنه هنا، حلو، دفتر. طيب ممكن من هنا تروح التخطيط، تتفرج على التخطيط، بس ممكن من هنا تكتب ملاحظات عن
طبعا ملاحظات هذه غير مرئية، بس ملاحظات لك أنت كمصمم للشرائح، وهنا فارز الشرائح تفرج على الشرائح اللي تبي. إذا في شريحة معينة حاب إنك تلغي من العرض تضغط على زر يمين وتسوي إخفاء الشريحة. بالطريقة هذه ما تظهر إذا أنت سويت عرض شرائح. ممكن تحذف الشريحة، ممكن تعيد التسمية. طيب نرجع للوضع العادي. عندنا ممكن تروح التنسيق، ممكن تغير بعض الأشياء لتصميم الشريحة مثلا. هتلاحظ أنه صار عندنا تصميمين، ليش؟ لأن اخترت هذا ثم اخترت هذاك، فممكن ترجع للأول بحيث أنه يكون تصميم الشريحة هذه بس. أيضا في عندك اللي هو عرض تقسيم الشبكة، الدراج نقطة سطور شدية، اللي هذه نفس اللي هي الملاحظات. خلينا الحين نشوف طريقة انتقال الشرائح هذه اللي هو من عند المراحل الانتقالية للشرائح. فلو خلونا نلاحظ عرض الشرائح الحين بعد الانتهاء يفتح الثانية بشكل عادي. ممكن انك تضيف تأثير معين، تصير اذا فتحت يعني يصير اذا تغيرت او فتح نافذة جديدة يختلف عليك العرض. فلاحظ شلون بعدين يبدأ العرض. طيب طبعا ممكن انك تطبق هذا على كل الشرائح، تطبيق لجميع الشرائح من هنا بعدين تسوي تشغيل وتشوف. اوكي، اما باقي الحركات والاشياء الثانيه ما اعتقد ان فيها شيء يعني متعب او يحتاج الى شرح مفصل، لانه قريبه واجهته من واجهه باوربوينت. النهايه ملف حفظ باسم. اذا كنت تبي تعطي الملف هذا لشخص يستخدم الويندوز فلازم تحفظه بصيغه الويندوز اللي هو PPT او PPTX على حسب هل هو 2007 2003. اذا كنت بتحفظ استخدامك الشخصي ما يحتاج، احفظه بنفس ما هو. انتهينا ان شاء الله الدرس الجاي عن ليبر اوفيس، راح اتكلم لكم عن برنامج الكالكوليتر او الكالك اللي هو برنامج مثل الاكسل.